بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي الأفاضل، أرحب بكم من جديد إلى برنامج قصص الأنبياء، واليوم نتناول الحديث عن نبيين من أنبياء بني إسرائيل أتوا بعد نبي الله سليمان عليه السلام، إنه نبي الله إلياس ونبي الله العزير عليهما السلام. يقول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وإن إلياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه: ألا تتقون؟ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ فمن هو إلياس عليه السلام؟ وما هي الفترة التاريخية التي ظهر فيها هذا النبي؟ عقب انتهاء ملك سليمان بن داود عليه السلام، وذلك في القرن العاشر قبل الميلاد، انقسمت مملكة بني إسرائيل إلى قسمين: الأول يخضع لملك سلالة سليمان، وأول ملوكهم هو رحبعام ابن سليمان، والقسم الثاني من المملكة يخضع لأحد أسباط ابن يوسف الصديق، واسم ملكهم جربعام. وقد تشتتت دولة بني إسرائيل بعد سليمان عليه السلام بسبب اختلاف ملوكهم وعظمائهم على السلطة، وبسبب الكفر والضلال الذي انتشر بين صفوفهم. وقد سمح أحد ملوكهم وهو أخاب لزوجته بنشر عبادة قومها في بني إسرائيل، وكان قومها عبادا للأوثان، فشاعت العبادة الوثنية، وكان لهم صنم يعبدونه يسمى بعلا، وقد ذكره القرآن الكريم على لسان إلياس حين قال لقومه: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين والله ربكم ورب آبائكم الأولين. فلما انتشرت فيهم هذه العبادة الصنمية الوثنية، واستبدلوا بها عقيدة التوحيد التي أمرهم الأنبياء والمرسلون بأن يتمسكوا بها، أرسل الله عز وجل لبني إسرائيل نبيه إلياس عليه السلام برسالته التوحيدية. وقد كانت هذه الرسالة لأهل بعلبك غربي دمشق، وإلياس هذا هو النبي المسمى في التوراة بإليا، والقرآن الكريم سماه إلياس. وقد جاءت قصة إلياس عليه السلام مختصرة في القرآن الكريم في سورة الصافات. قال الله عز وجل: وإن إلياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه: ألا تتقون؟ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على آل ياسين. إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. إن إلياس عليه السلام لما دعا بني إسرائيل إلى نبذ عبادة الأصنام والاستمساك بعبادة الله وحده رفضوه ولم يستجيبوا له، فدعا ربه خاشعا فقال: يا الله، اللهم إن بني إسرائيل قد أبوا إلا الكفر بك والعبادة لغيرك، فغير ما بهم من نعمتك. فأوحى الله عز وجل إليه: إنا جعلنا أمر أرزاقهم بيدك، فأنت الذي تأمر في ذلك. فقال إلياس: اللهم فأمسك عليهم المطر. فحبس عنهم المطر 3 سنوات،
حتى هلكت الماشية والشجر، وجهد الناس جهدا شديدا، وكان هو يأتيه رزقه من الله تعالى حيث كان. فكان بنو إسرائيل كلما وجدوا ريح الخبز في دار قالوا: هنا إلياس، هنا يقتل نبي الله إلياس، فيطلبونه، فينال أهل المنزل منهم شرا. وقد آوى ذات مرة إلى بيت امرأة من بني إسرائيل لها ابن يقال له اليسع به ضر، فآوته وأخفت أمره، فدعا ربه لابنها فعافاه من الضر الذي كان به، واتبع اليسع هذا إلياس وآمن به وصدقه ولازمه، فكان يذهب معه حيثما ذهب. وكان إلياس عليه السلام قد أسن وكبر، وكان اليسع غلاما شابا. ثم إن إلياس قال لبني إسرائيل: إذا تركتم عبادة الأصنام دعوت الله عز وجل أن يفرج عنكم فأخرجوا أصنامكم، فاستجابوا لدعوته فأخرجوا أصنامهم، فدعا الله عز وجل ففرج عنهم وأغاثهم فحيت بلادهم، ولكنهم لم يرجعوا عما كانوا عليه ولم يستقيموا. فلما رأى إلياس عليه السلام منهم ذلك دعا ربه أن يقبضه إليه، فقبض روحه ورفعه إليه. لقد شعر إلياس عليه السلام باليأس مع بني إسرائيل، لقد حثهم عن التوحيد وعلى الاستقامة، لكنهم أبوا ذلك، حتى دفعه ذلك إلى أن يطلب من الله عز وجل أن يقبض روحه. فتوفي إلياس عليه السلام، وأوحى الله عز وجل إلى أحد أنبياء بني إسرائيل وهو اليسع ليقوم فيهم فيدعوهم إلى عبادة الله الواحد القهار. واستمر الأنبياء يفيدون على بني إسرائيل في كل وقت وحين، ولكنهم كلما جاءهم رسول بما لا تشتهي أنفسهم ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون، إلى أن بقي آخر بني إسرائيل وهو العزير نبي الله الذي كان يحفظ التوراة، ثم غاب عن أنظارهم مدة 100 سنة ثم عاد إليهم. فمن هو العزير الذي ادعى بنو إسرائيل أنه ابن الله؟ العزير هو نبي من أنبياء بني إسرائيل، جاء بعد سليمان وبعد إلياس واليسع وغيره من أنبياء بني إسرائيل، فلم يبق في القوم من يحفظ التوراة إلا هو، فقد ألهمه الله عز وجل حفظها فسردها على بني إسرائيل، وأمر الله عز وجل ملكا فنزل بمعرفة من نور فقذفها في عزير، فنسخ التوراة حرفا بحرف حتى فرغ منها. لقد مرت الأيام على بني إسرائيل في فلسطين وانحرفوا كثيرا عن منهج الله تعالى، فأراد الله تعالى أن يجدد دينهم بعد أن فقدوا التوراة ونسوا كثيرا من آياتها، فبعث إليهم العزير. فكيف كانت قصة نبي الله العزير عليه السلام؟ كان العزير عليه السلام عبدا صالحا حكيما، وقد خرج ذات ليلة إلى ضيعة يتعاهدها، فلما انصرف أتى إلى خربة حين قامت الظهيرة وأصابه الحر، ودخل الخربة وهو على حماره، فنزل عن حماره ومعه سلة فيها تين وسلة فيها عنب، فنزل وأخرج خبزا يابسا معه فألقاه في تلك القصعة في العصير ليبتل ليأكله، ثم استلقى على قفاه وأسند رجليه إلى الحائط، فنظر إلى سقف تلك البيوت ورأى ما فيها وهي قائمة على عروشها وقد أباد الله أهلها، ورأى عظاما بالية فقال:
أن يحيي الله هذه بعد موتها، إنه لم يشك بأن الله يحييها، ولكن قالها تعجبا. فبعث الله عز وجل ملك الموت فقبض روح العزير فأماته الله تعالى 100 عام. فلما أتت عليه 100 عام وكانت فيما بين ذلك في بني إسرائيل أمور وأحداث، فبعث الله عز وجل للعزير ملكا فخلق قلبه وعينه لينظر بهما من جديد فيعقل كيف يحيي الله الموتى، ثم ركب خلقه وهو ينظر، ثم كسى عظامه اللحم والشعر والجلد وهو ينظر، ثم نفخ فيه الروح وهو ينظر، كل ذلك وهو يرى ويعقل، فاستوى جالسا. فأرسل الله عز وجل له ملكا في صورة بشر، قال كم لبث؟ فأجاب العزير لبثت يوما أو بعض يوم. فرد الملك قال بل لبثت 100 عام. ويعقب الملك مشيرا إلى إعجاز الله عز وجل، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، يعني الطعام الذي هو الخبز اليابس، والشراب ذلك العصير الذي كان اعتصره في القصعة، فإذا هما على حالهما لم يتغير العصير والخبز اليابس، فذلك قوله تعالى لم يتسنه أي لم يتغير. وانظر إلى حمارك، أمره الله عز وجل بأن ينظر إلى طعامه الذي ظل بجانبه 100 سنة، فرآه سليما كما تركه، لم ينتن ولم يتغير. ثم أشار إلى حماره فرآه قد مات وتحول إلى جلد وعظم، ثم بين له الملك السر في ذلك، ولنجعلك آية للناس. ويختتم كلامه بأمر عجيب، وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. نظر العزير للحمار فرأى عظامه تتحرك فتتجمع فتتشكل بشكل الحمار، ثم بدأ اللحم يكسوها، ثم الجلد، ثم الشعر، فاكتمل الحمار أمام عينيه. يخبرنا المولى عز وجل بما قاله العزير في هذا الموقف، قال فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. سبحان الله، أي إعجاز هذا! لقد ركب حماره حتى أدى بلدته، فلما رآه الناس أنكروه وأنكر منزله، فانطلق إليهم فإذا بعجوز عمياء مقعدة قد أتى عليها 120 سنة، كانت أمة لهم. فخرج عنهم عزير وهي بنت 20 سنة، فلما رأته عرفته وعقلته، فقال لها العزير يا هذه، أهذا هو منزل العزير؟ قالت نعم. فبكت وقالت ما رأيت أحدا منذ 10 سنين يذكر عزيرا وقد نسيه الناس. فقال الرجل إني أنا هو العزير، كان الله عز وجل قد أماتني 100 سنة ثم بعثني. فقالت العجوز سبحان الله، فإن عزيرا الذي فقدناه منذ 100 سنة كان مستجاب الدعوة، يدعو للمريض ولصاحب البلاء بالعافية والشفاء، فإن كنت أنت هو العزير فادعو الله عز وجل أن يرد علي بصري حتى أراك، فإن كنت هو عرفتك. فقام العزير فدعا ربه ومسح بيده على عينها فشفيت، وأخذ بيدها وقال يا امرأة قومي بإذن الله. فأطلق الله عز وجل رجليها فقامت وهي صحيحة كأنما نشطت من عقال، فنظرت فقالت أشهد أنك أنت هو العزير، أشهد أنك أنت هو العزير. وانطلقت المرأة العجوز إلى بني إسرائيل في مجالسهم وأنديتهم، وكان ابن العزيز قد أصبح شيخا هرما، ابن 100 سنة و18 سنة، وابن بنيه شيوخ في المجلس. فنادتهم العجوز فقالت أيها الناس
هذا هو العزير الذي غاب عنكم أكثر من 100 سنة، قد جاءكم من جديد. لكنهم كذبوها ولم يصدقوا الخبر، فقالت: أنا فلانة مولاتكم، لقد جاءني العزير وأنا مريضة عمياء مقعدة طريحة الفراش. فدعا الله عز وجل ومسح بيده المباركة على مجلسي وعلى جسدي، فرد الله عز وجل علي بصري وأطلق رجلي. وقد زعم أن الله تعالى قد أماته 100 سنة ثم بعثه. قال: فنهض الناس فأقبلوا إليه فنظروا إليه مليا. فقال ابنه الأكبر: أيها الرجل، إن أبي العزير كانت به شامة سوداء بين كتفيه، فإن كنت أنت هو فأرنا ما داد يوجد بين كتفيك. فكشف العزير عن كتفيه فإذا به الشامة السوداء، إنه هو العزير. آنذاك قالت بنو إسرائيل: إنه لم يبق فينا أحد يحفظ التوراة إلا العزير كما أخبرنا كبراؤنا. وقد حرق الملك بختنصر الطاغية الجبار، حرق التوراة وقتل رجال بني إسرائيل ويتم أطفالهم ورمل نساءهم، وضاعت لنا التوراة ولم يبق منها شيء إلا ما حفظته الرجال، فهل تحفظها يا عزير؟ قال: نعم، إني لأحفظها عن ظهر قلب. لقد أمر الله عز وجل ملكا من السماء فنزل بمعرفة من نور فقذفها في نفسي، فنسخت التوراة في عقلي حرفا بحرف حتى فرغ منها. آنذاك فرح بنو إسرائيل وقالوا له: يا عزير اكتبها لنا. فقام العزير عليه السلام فكتبها عليهم، بل إنه ذهب إلى موضع فحفره واستخرج التوراة، وكان قد عفن الورق ودرست الكتاب. فقال الله عز وجل: ولنجعلك آية لبني إسرائيل. ذلك أنه كان يجلس مع بنيه وهم شيوخ وهو شاب، لأنه مات وهو ابن 40 سنة، فبعثه الله عز وجل شابا كهيئته يوم مات. لقد أصبح العزير نبي الله الشاب الذي هو ابن 40 سنة، أصبح يعلم بني إسرائيل التوراة، فبدأ الناس يقبلون عليه ويحبونه حبا شديدا ويتعلقون به، بل ويقدسونه للإعجاز الذي ظهر فيه، حتى وصل تقديسهم له حتى قالوا: إن العزير هو ابن الله. قال الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. لقد قالوا كلمة عظيمة، نسبوا لله عز وجل البنوة، والله تعالى واحد أحد لم يلد ولم يولد. فما كان من أمر بني إسرائيل إلا أن يبعث الله عليهم أنبياء آخرين عسى أن يهدوهم إلى الرشد، وشاءت القدرة الإلهية أن يبعث الله تعالى إليهم زكريا عليه السلام، ثم ابنه يحيى عليه السلام. مستمعي الأفاضل، كنتم مع قصة نبي الله العزير عليه السلام، وفي الحلقة القادمة سوف نتحدث عن بقية أنبياء بني إسرائيل الذين كانوا قبل عيسى بن مريم عليه السلام. سوف نتحدث عن نبي الله زكريا وابنه يحيى. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين.